طريقة عمل دومين فرعي من خلال الناطق الذي قمنا بشرائه. في الحلقة التي قمنا بشرحها وتستفيد لكي تستفيد من هذا الدومين الفرعي بوضع عليه إعلان أدسنس بدون أن تقوم بالاشتراك في أدسنس دون أن تقوم بإنشاء موقع ثم تقوم بتقديمه إلى أدسنس من أجل أن تقوم بترقية وكذلك الحصول على إعلانات على الموقع. هذه الطريقة التي سوف أشرحها لك سوف تغنيك عن هذه الأمور. فقط سوف تقوم بإنشاء دومين فرعي تابع للدومين الذي قمنا بشرائه في الحلقة التي شرحنا فيها من خلال النيمشيب، وبعد ذلك يمكنك الاستفادة من هذا الدومين، تضع إعلانات عليه، ثم بعد ذلك تقوم بزيادة أرباحك من خلال وضع مثلا صفحة إعادة توجيه أو أي شيء تريد. المهم الطريقة التي سوف نشرحها رائعة جدا. قبل أن نقوم بشرح التفاصيل أدعوكم إلى الاشتراك في قناتنا على اليوتيوب، ولا تنسوا تفعيل زر الجرس حتى يصلكم كل جديد. جيد، الآن سوف نقوم بالدخول إلى موقع الخاص بنيمشيب. هذا هو الموقع الخاص بالنيمشيب كما تلاحظون معي إخواني الكرام. تقوم بعملية تسجيل الدخول، فأنا قد قمت بتسجيل الدخول. أذهب إلى الداشبورد من خلال نقر على أكون، ثم تذهب إلى الداشبورد وسوف أريكم على سبيل المثال. أنا قمت بإنشاء دومين فرعي، هذا هو الدومين الرسمي كما تلاحظون معي، وهذا دومين فرعي قمت بإنشائه. حتى نتأكد من هذا الدومين الفرعي هو سوف نقوم بالنقر هنا على عرض المدونة، وسوف تلاحظون معي كما تلاحظون هذا هو الدومين الفرعي. لاحظوا معي info.forja.xyz وهو الدومين الذي قمنا بشرائه كما قلنا في إحدى الحلقات التي شرحنا فيها كيف تقوم بشراء دومين. الآن كيف سوف نقوم بإنشاء أو عمل دومين فرعي على الاستضافة الخاصة بنا؟ تنقر هنا على بالنقر على مانج، بعد ذلك سوف تظهر معك الصفحة هنا وسوف يظهر لك هنا الناطق الخاص بنا كما تلاحظون معي الذي قمنا بشرائه كما قلنا في حلقة التي شرحنا فيها كيف تقوم بشراء استضافة. ثم نذهب إلى Advanced Dance. جيد، بعد أن تقوم بالنقر على Advanced Dance سوف تقوم بالنزول إلى الأسفل. هذا هو الناطق أو هذا هو الدومين الفرعي الذي قمت بإنشائه. نفس الشيء سوف نقوم به الآن. نختار هنا Add New Recording بهذا الشكل. سوف تنبثق معك هذه النافذة. تقوم بالنزول إلى الأسفل سوف تجد هنا Syname Recording، تقوم باختيارها. بعد ذلك في خانة الهوست قم بإضافة اسم الناطق، وكذلك هنا في خانة التارجت سوف تقوم بإضافة البروتوكول الخاص بجوجل. هنا بالنسبة لاسم الدومين من الأفضل أن تقوم بإضافة اسم قصير على سبيل المثال يتكون من كلمتين أو كلمة. مثلا هنا كما تلاحظون info فرجة فهو عنوان كما تلاحظون فهو قصير وجميل جدا. أما إذا قمت بوضع مثلا دومين كبير الحجم على سبيل المثال سوف نقوم بكتابة أي شيء مثلا info ميد مثلا هنا سوف يظهر، لاحظوا معي هنا سوف يظهر العنوان كبير جدا. من الأفضل أن تقوم بإنشاء كما قلت تقوم بوضع كلمات بسيطة أو صغيرة الحجم على سبيل المثال سوف أريكم. سوف أقوم هنا بكتابة مثلا سوف نعطيها مثلا أنا أردت مثلا سوف أضيف حرف F فقط بهذا الشكل. ثم نذهب إلى التارجت نقوم بإضافة البروتوكول الخاص بالجوجل على هذا الشكل، ثم ننقر هنا على علامة حفظ كما تلاحظون الآن تم حفظ الإعدادات. ثم نعود إلى المدونة الخاصة بنا، فكما تلاحظون فأنا بالنسبة لي لدي بعض المدونات سوف أختار هذه المدونة على سبيل المثال. ثم نذهب إلى الإعدادات الخاصة بالحساب، نذهب مباشرة إلى إعداد عنوان URL تابع لجهة خارجية لمدونتك ننقل عليها بهذا الشكل، وهنا سوف نقوم بإضافة الدومين الذي قمنا أو الدومين الفرعي الذي قمنا بكتابته هنا F، بعد ذلك سوف نتبعها بالدومين الرسمي الخاص بنا. نعمل كوبي هنا نضيفه بهذا الشكل، نقوم بوضع نقطة ثم نضيفه بهذا الشكل سوف يصبح بهذا الشكل. ثم ننقر على حفظ الإعدادات.
جيد، الآن تم حفظ الإعدادات بنجاح. ننقل على التعديل مرة أخرى، ننقل مرة أخرى على حفظ أو نقوم بالنقل على إلغاء. بعد ذلك سوف نقوم بفتحها مرة أخرى، سوف تظهر لنا بهذا الشكل كما تلاحظون معي، سوف تظهر لك بهذا الشكل. الآن كل ما عليك فعله هو أن تقوم بتحميل هذا الاسم الأول خاص بحقل الاسم أو التصنيف أو المضيف، ثم تعود إلى DNS الخاصة بالـ Advanced DNS، ثم تختار هنا في الـ Add New Record، تقوم بالنقر على هذا الخيار، تنبثق معك هذه النافذة، تختار هنا Syname Record بهذا الشكل. في خانة الوسط سوف نضيف كما قلنا هذا الكود. بالنسبة للكود الثاني الخاص بحقل الواجهة أو الهدف أو الإشارة إلى، ثم نذهب إلى الخانة الخاصة بالتارجت، ثم نعمل على إضافته بهذا الشكل، ثم نختار هنا عملية الحفظ. جيد، الآن قد قمنا بإنشاء الدومين الفرعي، نعود هنا ثم نختار هنا حفظ الإعداد. بعد ذلك سوف لن يحفظ معك بشكل جيد، لكن سوف يتم سوف يحفظه رغم أن لن تغلق معك الصفحة، لكن سوف يتم حفظه. بعد ذلك تنقر هنا على إلغاء على سبيل المثال. الآن سوف ننقر هنا على عرض المدونة، لاحظوا معي هنا سوف يتم تحويلنا مباشرة إلى الرابط الخاص ب كما تلاحظون معي، هذا هو الدومين الفرعي. كما تلاحظون قمنا بإنشاء دومين فرعي بطريقة سهلة جدا، وهذه الطريقة كما قلت لك يمكنك أن تستخدم هذه هذا الدومين الفرعي في مثلا تقوم بعمل، إذا كنت تعمل على إضافة إنشاء مواقع أو شيء من هذا القبيل، فيفضل عوض أن تقوم بشراء نطاقات عديدة يفضل أن تستخدم هذه الطريقة، وسوف تغنيك عن هذه الأمور. أتمنى أن تكون الحلقة قد نالت إعجابكم، لا تنسوا دائما دعمنا بالنقر على زر لايك للفيديو وكذلك الاشتراك في القناة حتى يصلكم كل جديد. شكرا لكم على المتابعة، إلى حلقات قادمة بحول الله.